هاي، سلسلة ضيف القناة تعود بضيف جديد، وأنا أعرف ماذا ستقولون عندما أقول لكم جملة ضيف جديد. تردون فورا: طيب والضيوف القدامى أين تكملة الأجزاء؟ سأكملهم في الوقت المناسب، لا تقلقوا. بداية أعتذر على صوتي وعلى التأخير أيضا، فأنا أعاني من نزلة برد قاسية. وبهذه المناسبة دعوني أحكي لكم أقصر قصة حزينة. المهم، ذهبت للبحر للسباحة، وعندما انتهيت في طريق العودة شغلت مكيف السيارة، ثم عدت للبيت، استحميت وأردت النوم، ولكن ذكائي اشتغل ما شاء الله عليه، وقلت أنه لا يجب أن أنام والمكيف شغال في الغرفة، سأمرض. فاقترح علي فكرة جهنمية وصعبة، صعدت لأنام بالسطح. كانت ليلة رائعة، رأيت فيها نجوم السماء، ومن يومها رأيت نجوما كثيرة ولله الحمد. ولكم أن تتخيلوا تتمة القصة. ضيف اليوم مميز جدا، كان علي فتح ملفه لأنه بطل من أبطال هذه السنة كما تعلمون. لذلك رحبوا معي بي. 俺の名前は服部平次、工藤と同じ高校生探偵や。 اسمه هاتوري هيجي، وأجمل من تناديه هي كازوها. هيجي هيجي مستوحاة من محقق الشرطة زانيغاتا هيجي، وهو شخصية خيالية يابانية من تأليف نومورا كودو، بطل سلسلة من الروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية اليابانية التي تدور أحداثها في فترة إيدو من التاريخ الياباني. صوته: يؤدي صوت هيجي مؤدي الأصوات الياباني ريو هوريكاوا، وهو أوساكي. لذلك حصل هيجي على لكنة كانساي المميزة، وبفضل ذلك يجد هيجي دائما كلمات بديلة لما يقصده حقا. الظهور الأول. عرف هيجي نفسه على أنه محقق الغرب البارع، عمره 17 سنة، وقدم من أجل تحدي محقق الشرق كودو شينتي الذي سمع عنه الكثير، فأراد التحقق من مستواه. ورغم أنه كان يريد تحدي شينتي، إلا أن المفتش ميغوري شجع كوغورو موري وطلب منه هزيمة هذا الولد الذي يستعرض مهاراته. ومن أول ما بدأ التحقيق عرف هيجي الحقيقة فورا بأن كوغورو ليس سوى بديل عن شينتي، وأنه هو صاحب الصوت الحقيقي من يهمس في أذنه ليحل جرائم بطريقة ما. مشكلة هيجي أنه اندفع طوال الحلقة وقال أنه وصل للحقيقة وأنه هزم شينتي، ولكن أين هو شينتي؟ لوحده رفع التحدي، ولوحده ذهب للقضية، ولوحده كان يتسابق دون أي موافقة متبادلة من شينتي. ماذا كنت ستفعل لو لم يأتي ذلك اليوم وبقيت تتحدى نفسك لوحدك وتقول على كازوها حمقاء؟ تحدي شينتي أسفر عن خسارة فادحة وهزيمة لمتحرر الغرب هيجي. وبالمقابل قال شينتي أنه في التحقيق وعالم التحري لا تهم سوى الحقيقة، وهو لا يرى الأمور من منظور فائز وخاسر. للأسف يا شينتي عزيزي، في هذه الحلقة لم يكن البعض قد ولدوا بعد، لذلك فوتوا هذا الدرس القيم. استوحى أوياما سينسي شخصية هيجي هاتوري من المحقق إيلري كوين، والذي كان والده محقق شرطة أيضا تماما مثل والد هيجي. والطريف في الأمر هو قول هيجي أنه يفضل إيلري كوين على شارلوك هولمز. قال هيجي ذات مرة أنه حل أكثر من 1000 قضية، وعد في ذلك حتى قضايا البحث عن القطط وهو طفل صغير. عائلته:
هاجي هو الابن الوحيد لهيزو وشيزوكا هاتوري. والده هيزو هو الضابط الأعلى رتبة بمحافظة أوساكا، بالتالي يكون رئيس مركز الشرطة هناك. أما والدته شيزوكا فلم يرد أنها تعمل، يعني هي ربة بيت، مظهرها شاب جدا مقارنة بسنها، ومع ذلك يناديها هاجي بالسيدة العجوز. شيزوكا تتدخل في العلاقة العاطفية بين هاجي وكازوها وتحرص على الحفاظ على مشاعر كازوها سليمة تجاه هاجي لأنها فاقدة للأمل من ابنها طبعا. ذكر هاجي مرة جده أي والد والده وقال أنه ورث لونه الأسمر عنه، أي يعني والد أموره هو الأسمر. علاقته بشينتي. اكتشف هيجي هوية كونان الحقيقية في اللقاء الثاني لهما في اجتماع خاص بمهووسي المحقق شيرلوك هولمز، وذلك بسبب كوغورو موري طبعا، حيث ضربه على رأسه بعدما خدره كونان، فاستيقظ أثناء عرض الاستنتاج وتابع تمثيله أنه لا يزال نائما. وهناك عرف أن كونان استخدم أداة تغيير الأصوات ليقلد صوته وساعة التخدير أيضا، ثم ربطه ببعض الأحداث من اللقاء الأول، فاستطاع بسهولة التوصل إلى حقيقة كونان، وبذلك كان هاجي أول شخص يكشف سر كونان باستنتاجه الخاص. تجمع بين شينتي وهيجي علاقة صداقة وأخوة حقيقية برابط متين جدا كونه في فترة قصيرة. يساعد هيجي في جمع المعلومات التي يراها قد تفيد شينتي في بحثه عن المنظمة السوداء، كما ساعده مرات كثيرة في حفظ هويته الحقيقية، وذلك عن طريق تنكره بهيئة شينتي والظهور بها بدلا عنه. رغم فشله فهو دائما ما يتم إمساكه من طرف كازوها. أول تنكر غير رسمي له كان عندما مثل علينا، أي على المشاهدين، بأن شينتي سيظهر في الحلقة الخاصة 118، ولكنه اعترف فورا بهويته الحقيقية. ثم تبعه ذلك تنكره بشخصيته من أجل خداع ران وفشل، ثم على سفينة الرعب، وفي الرحلة المدرسية ذهب هو أيضا ليساعده، وكان وجوده جد مفيد حتى تمكن شينتي من الاعتراف لران بحقيقة مشاعره. هيجي كان يحاول تحريض ران دائما ومشاكسة شينتي، حتى أنه نصحه بإخبارها بالحقيقة ذات مرة، لكن شينتي لم يقف ساكنا، وهو أيضا صار يشاكس هيجي ويضعه في مواقف محرجة مع كازوها حتى يعترف لها بدوره. في الواقع أنا أشعر بالأمان في الحلقات التي يظهر فيها هاجي مع كونان وران أكثر من الحلقات التي يظهر فيها كوغورو لوحده معهما. تذكرون يوم سمينا قدرة هايبرا على كشف تواجد أعضاء المنظمة السوداء برادار هايبرا؟ أبشروا، لدينا رادار جديد وهو رادار هاجي، متخصص في كشف القضايا التي تورط فيها شينتي حتى قبل أن يعلم أنه بالفعل متورط فيها. تنبؤ هاجي بموت شينتي. جزئية غريبة كنت أريد أن أتحدث معكم بها، وهي كما تعلمون عندما نتحدث عن هاجي فنحن نتحدث عن التراث الياباني، ففي غالبية القضايا التي يظهر بها تكون متعلقة بأشياء تراثية وثقافية ودينية مرتبطة باليابان، كمثل الأساطير القديمة، المعابد والرهبان، التمائم والأحلام والرؤى وغيرها من الأمور. حلقات هاجي بالنسبة لي من أفضل الحلقات على الإطلاق. ذات يوم حلم هاجي بأنه يطارد أحد المجرمين، فقام بطعنه هو وشينتي، لكنه نجا بعكس شينتي الذي مات. وبالفعل في تلك القضية تم طعن كونان، ولكنه نجا بفضل تميمة هاجي. قد تبدو حادثة عرضية، ولكن إذا أضفنا لها كلام هايبر الغريب ذات مرة عن موت شينتي، فهنا أنا أقلق بشدة ويتعكر مزاجي. فهل سيموت شينتي مثلا؟ لن يفعل، ليس كذلك؟ الغريب في الأمر أن هاجي تفاعل مع حلمه هذا وقام بدعوة كونان لزيارة أوساكا من أجل الاستمتاع، وعندما سأله عن السبب قال له لا يعلم الإنسان متى تحين نهايته. معلومة أخرى أحببت أن أضيفها بشأن تلميح الهاجس المخيف. كونان قال أنه يراوده هاجس مخيف، وهاجي مباشرة فكر في موت شينتي الذي رآه في حلمه بعد سماعه لهذه العبارة،
فهنا عندما نسمع هذا التعبير هاجس مخيف نفهم منه أن شخصا ما على وشك الموت، وهذا ما حصل تماما مع واكاسارومي حينما رأت شيئا ما يحدث عبر النافذة فقالت يراودني هاجس مخيف أو هاجس سيء، أي أنها شعرت بموت أحدهم من البداية. ولكن لمن هذا التعبير؟ فقط لشخصية مؤمنة بالتمائم والحدس ومثل هذه الأمور، وهذا هو حال واكاسا. هذه نقطة جد مهمة يجب تذكرها. علاقته بساغورو هاكوبا. هاكوبا هو ممثل الشرق حينما يكون شينتي كودو غائبا، ولذلك من البداية لم يحبه هيجي، فقال أن هذا ليس مكانه ولا يجب أن يكون ممثلا للشرق. ثم قال أن ساغورو مزعج ولا يحب كونه يقلل من شأن الآخرين ومتعالي، يحسب نفسه أفضل من الجميع. ورغم أن شينتي يشبهه في هذا إلا أنه محبوب بعكس هاكوبا، لم يحبه أبدا. في المقابل كان رد هاكوبا عليه أن والده رئيس الشرطة قال عن هيجي متحري مضحك، أما بالنسبة له فهو يراه متحريا متسرعا مبتدئا يرتكب الأخطاء غير جدير وبحاجة للمراقبة، لأنه يشعر بالقلق إذا تركه لوحده. هذان الاثنان من كثرة ما انتقدا بعضهما ممكن أن يكتبا أغنية راب في المستقبل. علاقته بكازوها توياما. كازوها هي حبيبة هاجي ولكنها لا تعلم بذلك. كل اليابان تعرف أن هاجي يحب كازوها ويختار مكانا شاعريا ليعترف لها برومانسية، إلا كازوها وحدها من لم تعلم. راجعنا علاقتهما من الألف إلى الياء، فمن فوت مشاهدة فيديو هازوها رابطه تحت بصندوق الوصف. هاجي الأحمق. على الرغم من وصفه الدائم لكازوها بالغباء والحمق، وعلى الرغم من ذكائه الاستنتاجي، إلا أن الحلو ما يكملش. هيجي لديه نوع من الغباء يظهر في أكثر المواقف جدية، فهو لم يفلح أبدا في الاعتراف بحبه لكازوها، ولا زلنا ننتظر من 30 سنة أن يجد مكانا مناسبا لذلك. تعرض لحادثة مرعبة ظن فيها كل من كورن وران وكازوها أنه سيموت، وبدأت كازوها بالبكاء لكنه صرخ في وجهها قائلا أنها أزعجته وأيقظته من نومه، مركزين معي أنه نام في إسعاف ذاهب إلى مستعجلات ومنزعج من كازوها لأنها أيقظته. أراد أخذ كونان وران في جولة بأوساكا وقال لهم لا تفكروا في أي شيء فقط استمتعوا، فجلب لهم سيارة شرطة وجعلهم يركبون فيها رفقة شرطي. انظروا لابتسامة البطل عندما قال له الشرطي أنه جلب أفضل سيارة من أجل هيجي العزيز. المسكينة ران عبرت عن شعورها بالحرج وقالت أنها تشعر وكأنها مجرمة معتقلة ذاهبة للمخفر. هل تظنون أن الأمر انتهى هنا؟ لا طبعا، سألهم هل تريدون تشغيل الصافرة؟ تعرفونها؟ صافرة الشرطة. أراد فضحهم بالمدينة. هل تظنون الأمر انتهى هنا؟ لا طبعا، قال ليران لماذا تشعرين بالحرج وكأنك مجرمة؟ فأنت لم ترتكبي شيئا غير قانوني، اجلسي بكل فخر. هل تظنون الأمر انتهى هنا؟ لا طبعا، طلع السائق الشرطي الذي جلبه معه والقاتل المتسلسل في تلك القضية شخصيا، وقام باللعب بهم كقطع الشطرنج وهم يركضون هنا وهناك، وتسبب في طعن كونان حتى أكمل كل مخططاته. ثم فهم هاجي أنه هو من يبحثون عنه. لو جلس أعد مواقف هاجي المحرجة سأنتهي بفيديو طوله 70 يوما. شخصيته. هيجي مختلف كثيرا في شخصيته عن شينتي، فهو يتسرع كثيرا بسبب حماسه، وصفه كونان بأنه سريع الانفعال. يعبر هيجي عن رأيه بكل صراحة وبشكل مباشر طبعا، مثل سائر الأبراج النارية، بعكس شينتي الذي يفكر كثيرا في نفسه قبل أن ينطق ولا يعلق علانية إلا إذا أراد تدخلا. صراحته هذه مرحب بها، إلا عندما يكون كونان موجودا تصبح خطيرة قليلا. يمكن له أيضا من شدة الحماس أن يتحدث بصوت عالي ويسمع الجميع كل ما قال حتى المجرم.
هيجي شديد الانتماء لمحافظته ومتمسك بلهجته كما يظهر كل أساليب الدعم لها بما فيها دعوة الناس للزيارة وكذلك دعم فريقه المحلي عن طريق ارتداء قبعة البيسبول على رأسه أينما ذهب. يحافظ هيجي على روح التنافسية الرياضية ويتعاون مع شينتي في حل القضايا جنبا إلى جنب، ويقول أنهم إذا كانوا في طوكيو سيحترموا منطقة شينتي الخاصة، ولكن إن كانوا بأوساكا فسيتوجب على شينتي ترك الأمور له. هذه الاستراتيجية يعمل بها أفراد الشرطة وكل من يعمل بالنظام العسكري. ستسمعونهم يتحدثون عن المناطق الخاصة والهدف منها الحفاظ على النزاهة والنظام ومنطقة النفوذ، تفادي تضارب المصالح والحفاظ على المصلحة العامة. من أفضل سمات هيجي الشخصية روح الصداقة والإخلاص والحماية لمن يحب، فهو شخص نبيل يعتمد عليه. مهاراته: مهارات هيجي في التحري استثنائية، وهو متحري صاعد ممتاز، حل الكثير من القضايا وأقفل ملفها، ولكنه مع ذلك أخطأ في استنتاجه ذات مرة وهو متحمس لتحدي شينتي كما ذكرنا قبل قليل. وفي قضيات أخرى وصفه هاكوبا ومتحري الشمال بالمتحري الغير جدير عندما كاد أن يفسد مسرح جريمة باقتحامه له محاولا إنقاذ الضحية فيه، لكنه تلقى المديح بعد ذلك من المتحرية الأنثى ناتسكي التي قالت أنه على المتحرين أن يتصرفوا مثل هيجي تماما، لأن واجب المتحري منع الموت من البداية وليس تركها تحصل ونحل بعد ذلك جريمتها. هل تسمعين ما نقوله يا كبة الشعر؟ نمنعها وليس نحضر متحريا ليحلها بعد أن تحدث. هيجي أخطأ للمرة الثانية في استنتاجه وعرف الشخص الخطأ على أنه المجرم، إضافة لهاكوبا الذي أخطأ بدوره في تعريف المجرم رغم أنه كان ينتقد هيجي على الأخطاء. يلبس هيجي قبعته بالمقلوب عادة، ولكنه فور أن يبدأ التحري في قضية تثير اهتمامه يقلبها للوضع المعاكس، وهكذا تفهم كازوها أن عليها الصمت وتركه يعمل لأنه بدأ التحقيق في شيء مثير. على مستوى القدرات البدنية فلياقة هيجي جيدة، يمارس الكيندو وهو كابتن فريقه بالمدرسة الثانوية، ورث مهاراته في الكيندو من كلا والديه هيزو وشيزوكا. يقود دراجته النارية بمهارة ويتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. أحبائي، كان هذا كل شيء اليوم، نلتقي بفيديو جديد، باي. I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see